لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة النساء، هي آية من آيات الأحكام. هي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، ما المراد بالصلاة هنا؟ من العلماء من قال: المراد بالصلاة هنا الصلاة نفسها، أي لا تصلوا وأنتم سكارى، لا تصلوا وأنتم سكارى. وهذا القائل قال إن الآية فيها لا تقربوا الصلاة ليس فيها تعرض للمساجد، إنما لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. قالوا: الصلاة بنفسها فلا تصلي وأنت سكران. واستدل قائلهم لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم من الليل يصلي فاستعجم عليه القرآن فليضطجع فإنه يسب نفسه، لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. فقالوا: هذا جلي أنه في الصلاة. وقال آخرون: إن المراد بالصلاة مواطنها، مراد بالصلاة مواطن الصلاة. واستدل قائل هذا القول بقول الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. قال: لأن الصلاة لا تهدم إنما تهدم أماكنها. فاعترض على هذا القائل بأن الآية فيها المساجد، ولا يسوغ عطفين على نفسه، لو دمت صوامع وبيع ومساجد، ومساجد لا تصلح. قال: لو دمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فهذا هو وجه الخلاف في تفسير الصلاة هنا، لأنه ينبني على هذا حكم، وهو دخول الجنب المسجد ودخول الحائض المسجد، وسيأتي التفصيل فيه إن شاء الله. كيف يوجه النهي أو الأمر إلى الشخص هو سكران هو لا يعي؟ كيف يقال: يا سكران لا تقرب الصلاة وأنت سكران؟ طيب، هو سكران في الأصل، فكيف يوجه إليه الخطاب: يا سكران لا تدخل الصلاة وأنت سكران، وهو لا يعي؟ فللعلماء على ذلك جوابان. أحدهما أن المراد بقوله وأنتم سكارى، السكر يختلف في درجاته ومراتبه، فهناك سكر يذهب بالعقل كلية، وهناك سكر هو مقدمات للسكر، الشخص يعي معه ما يفعل لكنه يترنح. فقالوا: هذا المراد به السكر الذي لا يذهب بالعقل، ومن باب أولى السكر الذي يذهب بالعقل كلية. وقال آخرون إن هذا الأمر إن كان في ظاهره للسكارى، لكن يراد به القائمون على أمور المسجد، والقائمون على أمور السكارى لا تدخل السكارى المسجد، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات. أي علموهم هذا، علموهم الاستئذان في هذه المرات الثلاث، كذا قال بعض العلماء في الجواب على هذا السؤال: كيف يوجه السكران
وكيف يؤمر وينهى وهو سكران؟ فقال بعضهم إن ذلك منزل عن السكر الذي يعي معه إذا وجدنا الخطاب إليه وهو سكران، أو إذا شعرت أنك ستسكر لا تقرب الصلاة، أو الأمر موجه للقائمين على أمور المسجد امنعوا السكارى من دخول المسجد. والشيء بالشيء يذكر، ثمة حديث لكن في سنده ضعف، وهو حديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، لكنه حديث ضعيف الإسناد. المخالفات في شأن الصبيان له قوية والله أعلم. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون. هنا تتأتى مسألة دخول الحائض المسجد، هل يجوز للحائض أن تدخل المسجد؟ كجواب جاب هناك وجهان للعلماء، أكثرهم على المنع، ولكن أشهر ما استدلوا به ضعيف الإسناد، وهو حديث وهو العمدة عندهم: إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض. وهذا الحديث في سنده امرأة مجهولة فلا تقوم به الحجة، ولكن الفقهاء كثيرا ما يغمضون النظر ويغضون الطرف عن ضعف الأحاديث التي يستدل بها في كثير من المسائل، فهذا أقوى حجة عند المانعين من دخول الحائض ومن ثم الجنب المسجد. قالوا إن النبي قال هكذا، قالوا والخبر لا يثبت، أظن في إسناده جسرة بنت دجاجة مجهولة، قالوا إن النبي قال إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض. هذا الدليل الأول للمانعين وهو ضعيف. استدلوا بالآية لا تقربوا الصلاة، قالوا المراد بالصلاة مواطنها، وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابر سبيل، فقالوا الجنب لا يقرب مواطن الصلاة، فحملوا الصلاة على مواطنها، وقد تقدم الكلام في ذلك. فالدليل الثاني لهم لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا، أي ولا تقربوها وأنتم على جنب. المخالفون لهم وجهة في هذا وستأتي إن شاء الله. الدليل الثالث الذي استدلوا به أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أمر بإخراج النساء لصلاة العيد حتى الحيض وذوات الخدور والعواتق، قالت أم عطية يا رسول الله حتى الحيض؟ قال يعتزل الحيض المصلى. فقالوا يعتزل الحيض المصلى، إذن لا يدخلن المسجد. وأجيب على هذا بأن المراد بالمصلى هنا الصلاة، لأن النبي لم يكن يصلي العيد في المسجد، ولا يحرم على المرأة الحيض أن تمر في الفضاء الذي يصلي فيه أو تجلس في الفضاء الذي يصلي فيه الناس. فقالوا يعتزل الحيض المصلى، أي الصلاة، لأن النبي لم يكن يصلي العيد في المسجد. على أي حال، هذا هو الدليل الثالث الذي استدل به المانعون. والدليل الرابع الذي استدل به المانعون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة ناوليني الخمرة من المسجد. الخمرة ليست الخمرة كما يقول النصارى الذين يتتبعون بغير فهم النصوص، يقولون الخمرة، لا الخمرة، الخمرة السجادة. ناوليني الخمرة من المسجد، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. هذا الدليل الرابع. الدليل الخامس الذي استدل به المانعون هو
أن هناك عدة أوامر بتنظيف المساجد، بتنظيف المساجد في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، سبحوا له فيها بالغدو والآصال. فقوله أن ترفع وتنزه وتعظم من معانيها، وعرضت علي أجور أمتي حتى القذات يمنعها يخرجها الرجل من المسجد. والأوامر بنظافة المسجد متعددة. فهذه حجج المانعين، ألخصها حديث إني لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض، ثانيا حديث النبي يعتزل حيض المصلى، ثالثا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، رابعا ناولين الخمرة من المسجد قالت إني حائض، خامسا الأمر بنظافة المساجد. هذا باختصار. أما المجوزون فاستدلوا بالآتي ذكره، قال ليس عندنا نص صريح بإخراج الحائض من المسجد أو منع دخولها، والوارد الصريح ضعيف، فلزمنا البراءة الأصلية، لزمنا البراءة الأصلية. ثانيا قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام كان في زمانه امرأة لها حفش في المسجد كانت تقوم المسجد، وهذه المرأة لا تخلو من أنها كسائر النساء تحيض. ثالثا قول النبي لعائشة فعلي ما يفعل الحاج إلا أن تطوفي بالبيت، قالوا الممنوع فقط الطواف، لأن الطواف شأنه شأن الصلاة عندهم، إلا أن الله أبيح فيه الكلام. الخامس قول النبي عليه الصلاة والسلام إن المسلم أو إن المؤمن لا ينجس، وأجابوا على ما سبق بالآتي ذكره، قالوا إن حديث لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض ضعيف، ثانيا حديث ناولين الخمرة من المسجد قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك، قالوا هذا يفيد أمرا ونحن نقول به أن الممنوع أن الحيضة ليست في اليد، في اليد نظيفة. فإذا كانت المرأة ستتحفظ تحفظا معن الأذى لا يدخل المسجد، فإذا دخلت المسجد متحفظة فنحن نقول بذلك، لكن إذا كانت ستلوثه فلا تدخل المسجد. أجابوا على قول ويعتزل الحيض المصلى بما سمعتم أن المصلى موطن، أن المصلى الصلاة نفسها في هذا الحديث. وأجابوا على قوله تعالى لا تقربوا الصلاة، قالوا هي الصلاة بعينها. فهذا هو الموضوع باختصار. وكما أسلفت فالجمهور يمنعون المرأة الحائضة من دخول المسجد، إلا أن طائفة من أهل الحديث يبيحون لها ذلك إذا كانت متحفظة حيث لا تلوث المسجد أو لا تأتيه بالرائحة الكريهة. إذا كانت متحفظة تحفظا زائدا جاز لها، بدليل إن حيضتك ليست في يدك، إن حيضتك ليست في يدك أي اليد نظيفة ما فيها شيء، لكن الحيضة محلها الفرش. هذا هو وجه جوابهم على الأسئلة، على المسائل المتقدمة. هذا الخلاف ينعكس على دخول المرأة المحفظة للقرآن العاملة المسجد، وينعكس أيضا على المرأة التي تحج فتمكث في الحرم إلى أن يطوف زوجها، إلى أن يطوف زوجها. وبالله التوفيق. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى في غياب العقل حتى تعلموا ما تقولون، حتى تعلموا ما تقولون، لأن الله قال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها. الله أكبر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ثمة استدلال آخر للقائلين بالمنع من دخول المسجد، ودليل أيضا للقائلين بالجواز. أما الدليل القائلين بالمنع فهو حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدني إلي رأسه من المسجد فيضعه في حجري فأرجله وأنا حائط. فقالوا لم تدخل المسجد حتى ترجله، لكن أجيب على هذا بأنه قد يكون في المسجد رجال. والمجوزون استدلوا بأثر من طريق عطاء بن يسار وهو صحيح الإسناد عنه: رأيت ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبيتون في المسجد وهم مجنبون. استدلوا أيضا بمبيت أهل الصفة في المسجد، ومبيتهم لا يخلو من جنابة، والله أعلم. أرجع فأقول إن الله قال: حتى تعلموا ما تقولون، أمرنا بتدبر القرآن. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ما معنى ولا جنبا إلا عابري سبيل؟ وهل قوله إلا عابري سبيل جملة عارضة؟ فيكون المعنى ولا جنبا حتى تغتسلوا، ولا جنبا حتى تغتسلوا، فيكون فيه دليل أيضا على المنع. يبقى النظر في قول إلا عابري سبيل على هذا التأويل، أي إلا مارين في المسجد، يعني مرورا خارج من مكان إلى مكان. هذا على تفسير عابري سبيل، أي متخذ المسجد طريقا للعبور فيه لمكان آخر. وقال آخرون: كلا، بل معنى عابري سبيل هنا المسافرون، ليس، وخاصة الذين قالوا لا تقربوا الصلاة، قالوا الصلاة بنفسها. المسافرون يعني ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي إلا عابري سبيل لم تجدوا ماء إذا كنتم مسافرين. فهذه جملة مستقلة عارضة، لا ولا جنبا حتى تغتسلوا، واضحة أن إذا نزلناها على الصلاة فلا إشكال فيها أبدا، لا تقربوا الصلاة وأنتم جنبا حتى تغتسلوا، فلا إشكال فيها إذا حملنا الصلاة على الصلاة على بابها، إذا حملناها على بابها. وقال عدد من أهل العلم: إلا عابري سبيل، أي على سفر، لكم حكم خاص في شأن الجنابة إذا لم تجدوا ماء، إذا لم تجدوا ماء. ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. وإن كنتم مرضى، إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا. هل الخطاب هنا يوجه لكل مريض، أن كل مريض يباح له التيمم؟ إن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، هل هذا يعم كل مريض؟ كلا، فليس لكل مريض أن يتيمم، إنما المريض الذي يتيمم المريض الذي يزداد مرضه بالماء أو يتأخر برؤه. أما إذا كان مريضا مرضا لا يتأثر بالماء لازمه الغسل، بل أحيانا قل الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. أي وإن كنتم مرضى مرضا يزداد إذا اغتسلتم، أو يتأخر برؤه إذا اغتسلتم، فتيمموا. قال تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط. يعني ليس كل مسافر يتيمم، إنما المسافر الذي يتيمم المسافر الذي لا يجد الماء. أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط. جاء من الغائط يعني قضى حاجته، وكانوا يطلقون الغائط على المكان الغويط المنخفض، وبعد ذلك أطلقوا الغائط على كل من تبول أو تبرز، وخاصة التبرز، لأن الناس كانوا يذهبون عند البراز إذا أراد أحدهم أن يخرج يقضي حاجته
يذهب إلى مكان عميق لستر نفسه. فأصبح كل من رجع من المكان العميق أو جلهم إنما رجع بعد قضاء الحاجة، كل من رجع من المكان الغويط يطلق عليه رجع من الغائط، والغالب أنه كان يرجع من الغائط إذا قضى حاجته. فلذلك يقولون أو إن قوله تعالى أجاء أحد منكم من الغائط أي بعد قضاء الحاجة، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء. لامستم النساء هنا للعلماء قولان، من العلماء من قال اللمس عموم اللمس عموم المس، ومن القائلين بهذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وعدد من أهل العلم الفقه كالشافعي رحمه الله. ومن العلماء من قال المراد باللمس هنا ما دون الجماع، عفوا الجماع فقط، واحد عمم ابن مسعود عمم أي لمس جماع أو غير جماع. وابن عباس قال إن الله حي كريم يكني بما يشاء، فالجماع يعبر عنه بالوطء بالغشيان بالإتيان باللمس بالمس ولا يصرح بلفظه، فهو ابن عباس حمله على الجماع. قال وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي وعائشة تبحث عنه فقالت فمسسته فإذا رجلاه منصوبتان، وكانت عائشة تكون أمام النبي وهي نائمة تعترض اعتراض الجنازة فإذا سجد غمزها. فهذه وجهة لعبد الله بن عباس وطائفة من أهل العلم كالأحناف يقولون إن مس المرأة لا ينقض، إنما المراد بالمس عندهم في الآيات الجماع. استدل ابن تيمية رحمه الله لقول ابن عباس فقال إن هناك آلاف النسوة كنا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وآلاف الرجال، ولم يرد في حالة واحدة أن النبي أمر رجلا قبل امرأته بالوضوء أو مس أي امرأة بأن يتوضأ. قال ما حاصله؟ والأمر إذا كان مما تعم به البلوى ولم ينقل فيه شيء وتتوفر الدواء على نقله، تتوفر الدواء على نقله ولم ينقل لنا فيه شيء، فالأصل البراءة الأصلية. قال فلما لم يرد مع كثرة النسوة على عهد رسول الله وحاجة النساء إلى معرفة حاجة الناس إلى معرفة هذا الحكم، لم يرد عن النبي فيه أي شيء ثابت، فبقينا مع البراءة الأصلية. وهذه القاعدة أطردها عدد من العلماء، شيء موجود على عهد الرسول يعني مش ليس مستحدثا، ليس مسألة نازلة، بل هذه موجودة على عهد الرسول وتتوافر الدواء على نقل وتعم به البلوى يعني يهم الناس كلهم، ولم ينقل لنا فيه شيء ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، نلزم البراءة الأصلية. فلذلك رجح ابن تيمية وجهة نظر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. وهذا الأمر الذي ذكره ابن تيمية من ناحية هذا التقييد قد ينسحب أيضا على الأمهات على عهد الرسول، كنا يغسلن الأطفال، المرأة كل يوم تغسل ابنها تمسح له، فكانت تمس يدها عورة ابنها الطفل. فمن ثم قال بعض أهل العلم وهم عدد كبير إذن وضوءها لا ينتقد بمس عضو طفلها. قال تعالى وإن كنتم مرضى أي مرضا لا تستطيعون معه الوضوء أو على سفر أو جاء سفر لم تجدوا ماء، لأن التيمم لا يباح لكل مسافر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قوله تعالى أو لامستم النساء صار عنده طرفة ما أدري ما صحتها، أن أحد أتباع الإمام الشافعي وأصحابه ذهب للحج
وما أدري الأحناف اللي اخترقوا هذه، أو لكن على العموم القاعدة تسري أن الشافعي ذهب يبارك لصاحبي على سلامة الوصول من الحج. قال لي: ما جئت تبارك لي؟ أنا ما حججت. قال لي: كيف؟ ذهبت مع الرفقة ورجعت. قال: أنت قلت لنا أو لامستم النساء، يعني الوضوء ينتقد بمس المرأة، وكلما طفت مسست امرأة، خرجت من المطاف مع الزحمة أمس امرأة، فأرجع أيضا الوضوء، إلى أن رجع الصحب فما استطعت أن أطوف طواف الإفاضة فرجعت. قالوا: فضحك الشافعي وقال: هل أخذت برأي النعمان أبي حنيفة النعمان؟ فالله أعلم بهذه القصة، لكن على العموم ماذا يصنع من هذه حاله؟ قول ابن عباس وخلص. هل الضرورات تجوز ذلك؟ لكن قد يقول قائل أن واخذ رأي المحدثين في أن الطواف لا يلزمه وضوء، رأي ابن تيمية، لأن حديث الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح فيه الكلام، حديث ضعيف. قال تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. تيمموا اقصدوا، ولا تيمموا الخبيث، لا تقصدوا الخبيث منه، ولا تيمموا الخبيث، لا تقصدوا إلى الخبيث، تأخذوه في الصدقة. فتيمموا صعيدا طيبا، اذهبوا إلى الصعيد الطيب، اذهبوا إلى الصعيد الطيب فافعلوا الفعل الشرعي الذي أمركم الله به، فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فالتيمم القصد، ومنه قول الشاعر: ولا أدري إذا يممت أرضا الخير أم الشر، أيهما يليني، الخير الذي أنا أبتغيه أم الشر الذي هو يبتغيني. فيممت أرضا، قصدت أرضا. ومنه قول كعب بن مالك لما أتته رسالة ملك غسان، قال: فتيممت بها التنور فألقيتها فيه. تيممت قصدت. فتيمموا أي اقصدوا صعيدا طيبا. ما المراد بالصعيد الطيب؟ القول الذي لا اختلاف في أنه من الصعيد الطيب هو التراب، لكن هناك أقوال أخرى غير التراب. قال بعضهم: التراب ومشتقاته كالرمل، كالرمل على سبيل المثال، والجير، وكل ما كان من جنس التراب. وقال آخرون: بل الصعيد كل ما على وجه الأرض من جدار أو حائط أو شجرة أو أي شيء على وجه الأرض، حجر، شجر، جدار، أي شيء. واستدل قائلوه بقول الله تعالى: وإنا لجعلون ما عليه صعيدا جرزا. فقال: الصعيد كل ما على وجه الأرض. ولا شك أن المتيمم بالتراب خرج من كل الاختلافات، خرج من كل الاختلافات. هذا عن المتيمم به. واستدل له العلماء، بعض العلماء، بقوله: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، في زيادة وتربتها طهورا. النزاع في لفظة وتربتها، وهذا عمل المحدثين، هل صحت لفظة وتربتها طهورا أم أن الأصح وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. أكثر الروايات على جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، تربتها طهورا تفرد بها بعض الثقات، هل تقبل أو لا تقبل؟ القولان قائمان. قال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، من هذا الصعيد الطيب. طبعا هذا ينعكس الاختلاف في تفسير الصعيد على شخص في مستشفى الآن في عناية مركزة، ما في تراب ولا يسمح به، ولا في تراب ولا غبار، في هل يضرب الحائط في يده في الحائط والحائط أملس والحائط أملس؟ ماذا يصنع؟ هذه جهة، هذا جهده وتلك طاقته. وهناك صلاة من هو فاقد للطهورين، شخص فقد الماء وفقد التراب، ماذا يصنع؟ يصلي بلا ماء ولا تراب، يصلي بلا ماء ولا تراب، لأن الصحابة صلوا قبل نزول آية التيمم بلا ماء، فبعد نزولها وفقدان التراب، إذن رجعنا للأصل الجواز،
هتسمى صلاة فاقد الطهورين صلاة من فقد الماء وفقد التراب يصلي. والمستند أن الصحابة قبل نزول آية التيمم كانوا مأمورين بالوضوء، صلوا بدون ماء، فإذا نزل التيمم وفقد أيضا ما يتيمم به صلينا صلاة اسمها فاقد الطهورين. قال تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. صفة المسح، الجمهور يقولون ضربة واحدة للوجه، عفوا الجمهور يقولون ضربتان، ضربة للوجه وضربة للكفين، واستدلوا بحديث سنده ضعيف: التيمم ضربتان. وأهل الحديث على أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمار بن ياسر رضي الله عنه لما أجنب فتيمم تمرغ كما تتمرغ الدابة، إنما كان يكفيك هكذا، وضرب ضربة واحدة للوجه والكفين. وهل المسح للكفين فقط؟ هذا رأي أهل الحديث الذين قالوا التيمم ضربة واحدة. أما رأي الجمهور فقاسوها على الوضوء وقالوا التيمم إلى المرفقين، والأحاديث الواردة في أن التيمم إلى المرفقين ضعيفة. فالصفة التي اختارها أهل الحديث أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، أما الجمهور فيقولون التيمم ضربتان وإلى المرفقين للأقيسة، والله أعلم. والأحاديث الضعيفة، هذا عن صفة التيمم. وهل ينفخ التراب بعد ضربت الأرض؟ ورد أن النبي نفخ في يديه. قال بعض العلماء النفخ كان لأن التراب كان كثيرا فقلله النبي بالنفخ، وهذا الأظهر، لأن الله ما أمر أيضا بالنفخ في اليدين، إلا أن فرقة من أهل الظاهر قالوا بالنفخ في اليدين بعد الضرب على الأرض. هذا عن صفة التيمم، وإلى أين يمسح المتيمم. يبقى السؤال: هل التيمم رافع للحدث أم مبيح للصلاة؟ أقول مبيح للصلاة. أجسد المسألة: رجل جنب تيمم وصلى الظهر بهذا التيمم، بعد ذلك جاء وقت العصر، هل التيمم الذي تيممه يكون رفع غسل الجنابة ولا يحتاج إلا إلى الوضوء إن كان يحتاج، أم يلزمه الغسل؟ فالظاهر أنه يلزمه الغسل، ويكون التيمم فقط مبيحا للصلاة ليس برافع للحدث. هذا رأي كثيرين من أهل العلم. المرأة الحائض إذا طهرت من المحيض ولم تجد ماء تغتسل به، هل تتيمم حتى يغشاها زوجها وحتى تصلي؟ إذا لم تجد ماء تغتسل به بعد انقضاء مدة الطهر، جوز لها فريق من أهل العلم، بل أكثرهم يجوزون لها ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. يبقى النظر في التيمم من الجدار. أقبل النبي من نحو بئر جمل فضرب يديه بالجدار ورد السلام عليه الصلاة والسلام. بقي سبب نزول الآية أن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها، ففي رجوعنا فقدت عقد لي فجلست أبحث عنه والناس يبحثون، فمن التعب نمت وحجر رسول الله رأس رسول الله في حجري، فجاء الناس وشكوني إلى أبي بكر وقالوا: يا أبا بكر، عائشة منعت الناس الصلاة، خرت الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. فجاء أبو بكر يطعنني في قصيرتي ويقول: منعت الناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء. طفق يضربها في خاصرتها ولا تتحرك مع الألم لمكان رسول الله منها. فنزلت آية التيمم، فجاء سيد بن الحضير قال: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر، ما جعل الله لكم كربا إلا جعل لكم منه فرجا ومخرجا وللمسلمين مخرجا، أو كما قال. لكن
قوله فنزلت آية التيمم، هل هذه أو آيات المائدة؟ القولان قائمان في ذلك، والله تعالى أعلى وأعلم. بقي الحديث عن صفة التيمم يأتي في الدرس القادم، صفة الغسل إن شاء الله يأتي في الدرس القادم، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم.